وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأستاذ خالد المالود الأمين العام لبعثة مملكة البحرين للحج. نرحب فيك أستاذ خالد في نشرة أنباء ثالثة. ولو تحدثنا عن استعدادات بعثة مملكة البحرين بمختلف لجانها لخدمة حجاج المملكة. حياك الله أخي الكريم، شكر لكم اتاحت هذه الفرصة لننقل لكم يعني تصور ما يقع على أرض الواقع في الديار المقدسة من تقديم الخدمات لكافة الحجاج من المواطنين والمقيمين. حقيقة كافة اللجان وبتوجيه من سعادة السيد نواف المعاودة وزير رعاية الشؤون الإسلامية والأوقاف وبمتابعة حثيثة من فضيلة الشيخ حدان القطان، باشرت كافة اللجان العاملة في بعثة مملكة البحرين للحج والتي قوامها 9 لجان منبثقة من عدة وزارات مختلفة بمملكة البحرين، تتعاون جميعها على الرقابة والتفتيش وتقديم أفضل الخدمات للحجاج. باشرت اللجان حاليا يعني قبل وصول الحجاج عمليات التفتيش والرقابة على اشتراطات ومتطلبات الدفاع المدني والأمن والسلامة وتوفير كافة الخدمات اللازمة في مقرات السكن وكذلك في مخيمات الأراضي المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة. حاليا تقوم اللجان العاملة بزيارة مقرات السكن للاطمئنان على الحجاج وتباشر يعني النظر في توفر كافة الخدمات المتوافق عليها بين الحملات وبين الحجاج للتأكد من استلامهم لكافة الخدمات التي تم الاتفاق عليها. نعم. طيب سيد خالد، لو تحدثنا عن الموعد المتوقع لاكتمال حجاج مملكة البحرين. اليوم بإذن الله تعالى يكتمل وصول كافة الوفود إلى مكة المكرمة. قبل تقريبا حوالي 5 أيام تم وصول عدة وفود إلى المدينة المنورة ومكثوا فيها ليلتين ومن ثم غادروا إلى مكة المكرمة، وبدءا من قبل أمس تم وفود بقية الحجاج من مملكة البحرين إلى مكة المكرمة مباشرة. بإذن الله اليوم مع نهاية هذا اليوم سوف تصل آخر الوفود بإذن الله تعالى. نعم سيد خالد المالود الأمين العام لبعثة مملكة البحرين للحج، شكرا جزيلا لك.